ورجعنا لكم تاني بسرعة، ومعانا برضو حكايتين نجاح مختلفين جدا. بنوتين، أنا بقول عليهم بنوتين عشان هم صغيرين. هو أي نعم هم دكاترة قد الدنيا بس هم صغيرين، اتخرجوا من الكلية وقالوا طب إحنا هنعمل إيه؟ يا نشتغل في صيدلية يا إما هنروح شركة ونشتغل فيها. لا، إحنا مش هنبقى زي أي حد، احنا هنعمل حاجة مختلفة. بدأوا يدوروا حواليهم، لقوا ان في ناس كتير عندها مشاكل في شعرهم في بشرتهم وعندهم مشاكل حقيقية ومش لاقيين لها علاج. قالوا طيب احنا نبدأ نشتغل على كده ونساعد كل واحد وكل واحدة حوالينا ونلاقي لهم علاج لمشكلتهم. ومن هنا عملوا اسم البراند بتاعهم World of Beauty. معانا النهاردة دكتورة مريت ظريف ودكتورة نانسي مصطفى، عاملين ايه؟ الحمد لله. طبعا باين ان هم صغنطتين ولسه متخرجين، بس هم عاملين براند حلو قوي قوي، وكل اللي جربوه الفترة اللي فاتت بيتكلموا عليه، والحمد لله في نتائج ايجابية كتير جدا وفي ناس اتعالجت وخفت. اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة واكتر حاجة جات لنا على الصفحة من اول ما اعلنا، مشاكل عن الشعر، هيشان، تقصيف، تعلبة، مش عارفة ايه، كل المشاكل الخاصة بالشعر دي. وانا عارفه ان انتوا عندكم اكتر من باكج، كل باكج بتعالج حاجه معينه في الشعر. تمام، احكي لي بقى عن المنتجات بتاعتكم، وهي طبعا ده جزء قليل من المنتجات وفي منتجات اكتر بكتير، بس ده اللي هم قدروا يجيبوه النهارده. كلميني عن كل باكج وكل منتج بيعمل ايه للشعر. مبدئيا احنا اولا الموضوع جه ازاي، احنا ابتدينا ان احنا نكون حاجات طبيعيه بحيث ان انا ما ادورش الشعر، اهم حاجه يعني ده مفيش اي كيميكال خالص في الموضوع، مفيش كيميكالز خالص، زيرو كيميكال، مفيش اي حاجه ضرر على الشعر، ومناسبه للاطفال قبل الكبار، عشان في اطفال كتير بتبقى مولوده مثلا شعرها كويس بس فجاه شعره ايوه احنا بنفتكر من الشامبو والكلام ده بالظبط، بس ما بقى الام مثلا ما بتبقاش عارفه المشكله منين، مش عارفه ان هي اصلا يعني مستخدمه حاجات غلط، وهي بتقول لا تمام والدنيا تمام مفيش مشكله، حاجات الاطفال معانا هنعمل ايه يعني. بالظبط بالظبط، بس هي الفكره ان الاطفال بيبقوا عايزين معامله خاصه في الشعر بالذات، فلو ابتديت معاهم من بدري الدنيا تظبط اكتر، مش معنى كده ان الكبار طبعا لا، بس الموضوع عايز استمراريه شويه، لان طبعًا احنا مبوظين في سنين، فمش معقول طبعًا من اول مره شعري هيرجع. بالظبط، احنا عملنا بديل حاجه للفرد، بروتين بدل البروتين، بروتين ناتشورال خالص، كل المنتجات طبعا يعني ده للناس اللي شعرها فيها تجاعيد او فيها مشكله، ده بيفرد الشعر. احنا بالزبط. شفنا فيديو قبل الفقره، ده حد حقيقي ومن غير مكوى، من غير بيبي ليس، من غير اي حاجه، صح؟ ده اصلا من غير اي حاجه، هي الفيديو متفصل بالتفصيل بالظبط، من اول ما حطينا الماسك على شعرها، وبعد الماسك بعد ما غسلناه، بعد ما غسلته حطينا على طول، نشفنا شعرها ما عملناش اي حاجه. استني بس، كم مرة احط الماسك ده عشان شعري الماسك يبقى ناعم؟ على طبيعة الشعر، حسب طبيعة الشعر ايه. لو الشعر ده مثلا يعني في بيشنت جاي لنا شعرها متبهدل من البروتين، متبهدل، هي كان شعرها حلو جدا تمام ومتبهدل خالص، عملته بروتين واتبهدل خالص، هي جت ابتدت معانا، المفروض ان علاج الشعر بياخد 3 شهور عشان يبان نتيجة، دورة حياة الشعر اصلا من 3 لـ6 شهور. بالنسبة لموضوع 3 شهور دي، هي بتختلف طبعا من واحد لواحد، كل واحد اكيد مختلف. احنا معروف ان احنا هي مرة وعايزة نتيجة، انا لو عايزة يعني نتيجة، لا انا لو عايزة نتيجة بعد 3 شهور هيبان الريزلت بتاعها، او في خلال دوت انا هشوف يعني المشكلة تحسن. في تحسن ولا بالزبط. لا البيشنت دي اصلا من اليوم العاشر ابتدت تقول ان شعري حساه في حاجة احسن، ابتدت الكسرة توسع، كسرت الجذور بتاعت البروتين. المشكله الاساسيه طبعا اللي كانت بتواجهها ان هي راحت لدكاتره كتير جدا وعانت جدا، وخلاص كانت هي جايه لنا ياسه، انا خلاص هجرب معاكم اللي هو ايه يمكن تيجي معايا. هو الشعر الجديد بيطلع ليه نفس التكسيره وكل اللي ما بيطلع بعمله ماسك، ولا هو بيحسن كمان البروتين؟ طبيعته اصلا في جذور بتطلع، فدي بتطلع طبعا متكسره بسبب الماده الكيميكال اللي اتحطت على الشعر، فطبيعي ان انا لما اجي ادهن الشعر بدهن الحتة المتكسره دي، اكتر حتت هي بتبقى فعلا متضره جدا من الشعر، فمش معنى كده ان انا هسيبها، لا هي بتتعالج، بس دي اخر حاجه بتتحسن، بتلاقي مع الوقت الشعر ابتدى يتغذى زي ما بيقولوا يتنفس، هو الشعر بالظبط عامل زي الزرعه، اهتميتي بيها وظبطتيها ورعيتيها كويس هتظبط معاكي. بس طبعا احنا لو بنتكلم على الفتله الجديده اللي طالعه، لا الفتله الجديده دي بتبقى احسن من الفتله القديمه بالزبط. يعني هو الماسك مع الوقت الجذور هتطلع افضل بكتير، هتطلع افضل بكتير طبعا، غير البروتين، البروتين بيطلع، لا معروف هو تجميلي مش علاجي، بيطلع حاجه ابشع. ايوه احنا عايزين بس ننوه ان معظم المنتجات اللي موجوده حاليا في البراند هي منتجات علاجيه وليست تجميليه. انتوا شغالين على لاين التجميلي؟ احنا شغالين على لاين كوزماتيك لاين ميك اب، ده ان شاء الله هينزل قريب،
لكن اللي احنا فيه ده دلوقتي هي حاجه علاجيه بس بمواد طبيعيه طبعا، مش احنا بمواد طبيه اكيد طبعا. طبعا احنا يعني اهم حاجه ان احنا من موضوع السؤال اللي بيجي لنا كتير، يا جماعه الفرد بيفضل لمده قد ايه؟ بحب اوضح للناس كتير قوي الموضوع ده، هو مش لمده معينه، هو علاج للشعر، يعني شعرك بيفضل كده، يعني علاج. شعرك علاج، انا بعالج هيفضل. شعرك مش بفردهولك وسنه وخلاص، لا انا اوريدي بعالج لك شعرك بحيث ان شعرك يفضل كويس. طيب انا دلوقتي لو اتصلت بيكي عشان اخد المنتج ده، تمام. هو ماسك بس ولا هو لا لا، هو هو كذا حاجة هي يعني؟ مجموعة شاملة على بعض. أول حاجة الشامبو طبعا اللي أنا بستخدمه على حسب طبيعة الشعر، شعر دهني ولا جاف، تمام. دي لازم أسأل عليها الأول، ولازم نشوف طبيعة الشعر إيه لما في ومستخدم صور إيه. كمان هي على الهوا، فيعني لا هو احنا للاسف ما كانش معانا صور بيفور اند افتر كتير، يعني احنا كان الموضوع بتاعنا اللي هو انا عايزه منتج انتوا مصري فرحانين فعال، بالنتائج انا عايزه اكيد منتج طبعا. مصري طبيعي فعال جدا ويكون في نفس الوقت اقتصادي، فانا ما كنتش شغاله على موضوع السوشيال ميديا وعايزه اجمع لايكات والجو ده، لا احنا انتوا كنا اشتغلتوا على القرايب بالظبط، انتوا بالظبط محيط الناس القريبه. محيط انا في ناس يعني شفتها بعيني، بس عشان للامانه كان شعرهم مجعد جدا وكان شعرهم ضعيف جدا، وانا شفت النتائج ما كنتش فاهمه وقتها، قلت دي بلازما بقى او حاجه، وبعدين عرفت لا ان المنتجات دي. لا، بس كمان من ضمن الحاجات العلاج الشعر اهم حاجه لازم اتاكد من الكلاينت اللي هيجي لي مبدئيا تحاليله، انيميا، عنده مشاكل في الغده، عنده مشاكل في نقص كالسيوم او فيتامين دي، دي بتاثر على الشعر جدا، فلو في مشكله او حاجه لازم الاول احلها عشان ما ابقاش انا بحل من بره ومن جوه بايظ. فمثلا يجي صح، ياخد مني المنتج يقول لي لا سوري مش هيعمل ده حاجة. مش بيعمل لي حاجه، لا ما هو انا لازم اكون عارفه كل التحاليل دي، انا ما بجيش اقول له انا عندي منتج ايه، انا بساله انت بتعاني من يعني ايه. انا مش بتصل بيكي اقول لك انا عايزه الباكج اللي هو لا بتاع لا لا، ما الهيرشين، ينفعش، ما لازم ينفعش. اولا لا تبعتي لي صوره شعرك، لازم اسالك شويه اسئله، لازم اسالك التحاليل بتاعتك ايه، لازم اشوفك انت بتشربي ميه ولا لا، الميه دي اهم تمام حاجه بالظبط بالنسبه للشعر والبشره. خلاص لازم اسال عندك انيميا ولا لا، لو عندك انيميا او حاجه زي كده انا بديكي ادويه، يعني احنا بالظبط. صيدله انتوا فانا اوريدي بديكي انتوا دكاتره اصلا، فانا فالموضوع عشان بديكي في دواء كيسز الانيميا. معينه لازم الجا فيها دكتور زي يعني الغده مثلا، الغده طبعا فدي لازم اساسي، الاول حتى يروح بالظبط لازم دكتور متخصص. بيتابع بالظبط. معايا طبعا. اي علاجسي زي الانيميا بياخد مثلا 3 شهور، بس مش معنى كده ان انا ما ابتديش في علاج الشعر، ببتدي الاثنين مع بعض، لكن الغده لازم طبعا اخلص علاج الغده خالص، بعد كده ابتدي اشوف الشعر محتاج ايه. بس تمام. انتوا ممكن تغيروا التركيبه بتاعتكم على حسب الحاله؟ اكيد طبعا. اكيد. انتوا كنت يعني كنت قلتي لي ان لازم اقول لك ان انا حامل في اي حاجه، قلت لو سمحتي انا حامل ايوه وبعد كده عايزه المنتج الفلاني، صح مظبوط. بتغيري لي ده؟ مظبوط. بصي في كل المنتجات لازم تقولي لي، يعني مثلا انت حامل او انت مريضه سكر او انت مريضه ضغط، لازم تقولي لي الثلاثه دول، يعني اني على اساسه انا بشيل حاجات وبحط حاجات تانية مكانها. تمام. طيب ما بعد بقى، انا خدت المنتج وروحت استخدمه زي اي صيدليه، تمام مش انا باخد الحاجه واروح، مش تمام هتصل بالشركه اقول لهم انا عملت ايه؟ تمام ده اللي بيحصل معاكم؟ لا طبعا احنا مبدئيا موضوع اللي احنا بنتصل عملت ايه، احنا اوريدي المتابعه، حضرتك بتسالي على المتابعه طبعا، طبعا. المتابعه احنا اوريدي حتى لو هو ما اتكلمش انا اللي بكلمه بشوف المنتج ده اثر معاه، ظبطت معاه، ماشي ازاي، استخدامه ازاي، طبعا على استخدام اكيد بينسى اول ما بيروح انا نسيت قولي لي من أسف. الاول، فبقول من الاول وما عنديش مشكله خالص، ببعت ريكورد مره واثنين وثلاثه ونفضل معاه ونكلمه في التليفون، بعد بعمل واتساب لحد ما ينول النتيجه اللي هو اللي فعلا هو عايزها عايزها. بالظبط. تمام. هنرجع تاني للشعر عشان هو اتفضل. موضوع كبير جدا، وانتوا كمان عاملين حاجه حلوه قوي 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 خاصه بالجيوب الانفيه، الناس بالظبط اللي زي حالاتي كده اللي طول الشتاء والصيف مناخيرهم تعبانه. اكيد تمام. طبعا. كلميني عن البخاخه، وان في ناس كتير خدتها وتحسنت جدا. البخاخة دي حاجة اختراع بجد، هو حاجة اسمها يعني شبه الماجيك دروب، يعني مجرد ما بحط النقطة بتنزل كل الحاجات اللي في مناخير، كل الحاجات اللي مضايقاكي ومش مخليكي مش عارفة تتنفسي كويس. فيها كورتيزون؟ لا نو خالص المواد خالص طبيعية، المواد كل منتجاتنا موادها طبيعية طبعا. مية في برضو المية السؤال الوحيد اللي بسأله لك لازم الأول، انت حامل ولا لا؟ هتفرق طبعا لو انت حامل او لو انت عندك ضغط. بالظبط. لو عندي ضغط لازم، عشان في حاجات بتعلي في الضغط، حاجات بس لازم اشيل هي حاجات نقطة وازود على فكرة، حاجات. يعني هي ممكن تكون ما بتأثرش بس انتم مسوسين، احنا صح؟ بالظبط مش انا حاجات حاسة كده، موسوسين عشان ما ايه مثلا ما يجيش يقولك لا سوري انا عندي انا شعرات مناخيري ضغطي ضعيفة. عيلة او حاجة زي كده اخدتها مش عارفة بالظبط. وبعدين عملت انتوا في ايه. ايديكم، انتوا اللي عاملين التركيبة، فانا تمام بالظبط. بالنسبة لي ان انا بصي اعمل هي ده. كمان حتى مش متعبة، هي كمان مش بخاخة، هي قطرة، هي اوريدي بحط نقطة 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 اهي بس معانا. بالظبط.
هي قطر النقطه صغنطوطه القطر صغنطوطه دي مجرد ما بيحطها في في الانف مجرد ما حطها في هنا بيحط النقطه بعد كده بيسد الثانيه بيحط النقطه الثانيه مجرد بيحطها بيحس بحرقان بس الحرقان ده سببه ايه ده حرقان طبيعي ده مش مرض مش مشكله لا علاج مش حاجة ده يعني مش حاجه تخوف اصلا هو بيفتح وهتلاقيه بينزل حاجات كتير من مناخيره ده عادي خالص برده دي حاجه طبيعيه بالزبط. بتنزل كل حاجه فبتبتدي تفتح يعني تفتح الشعب الهوائية هو هيفضل يعطس ممكن لمدة 4 مرات 5 مرات ورا بعض عادي بفنق عادي جدا كل ده انتي اصلا هتستخدميها ولو انتي كنت بتستخدمي بخاخ هتوقفي البخاخ مش انا من اول مرة الموضوع بيتحسن من أول مرة. احنا ناس يعني انا كنت واقفة قدام بيشنت خليتها تستخدمها قدامي هي من اول مرة يعني رمت البخاخ يعني دايما البخاخ يقول للدكتور هتستمري عليه حتى اسبوعين على عشان تلاقي لا هو اوريدي انا جات لي بيشنت والله فعلا دي استخدمتها قالت لي على ضمانتك وتمام جربتها تاني مره جات لي بتقولي على فكره انا مش عايزه العلبه فبقول لها ليه في مشكله فيها بتقولي لا انا خلاص مش عارفه اعمل بيها ايه اتعالجت مش عايزه مش محتاجاها خلاص مش انا ارميها ولا خدي حد يستفاد بيها قلت لها لا هي بتبقى مدى الحياه معاكي ما فيهاش اكسبايري ديت مش هتتضر لان هي مواد كيميكلز ما فيهاش كيميكلز خالص الكيميكلز طبعا بيبقى ليها اكسبايري ديت لكن دي مواد طبيعيه فمش هتضرها خالص بالعكس تشيلها عند اللزوم مثلا جو الربيع داخلين دخلت ربيع دخلت شتاء غير كده بس طبعا فيها منها كمان ان شاء الله يعني ده قريب هنعمل حاجه لاحتقان الزور زي قطرات كده نقطه هي هتبقى شبهها يعني شبهها. نفس الشكل بس المكونات مختلفه شويه بالظبط مناسبه لكل الناس بشرط ان يقول لك الحاله بالظبط لازم اعرف اصلا بتبقى بتتحط يعني مثلا حوالي 5 نقط على نص كوبايه ميه ايه ده مش بتتاخد دايركت لا تمام بتتعمل على كوبايه ميه بالظبط حلو قوي ده تمام نرجع تاني للشعر اتفضلي تمام احنا قلنا دلوقتي عندنا مجموعه الفرد أوكي. ومجموعات ايه تاني تساقط في مجموعه تساقط في مجموعه قشره بس هي كل حاجه على حسب البيشنت دي بتيجي تقول لي مثلا انا عندي ايه يعني في ناس مثلا بتعاني من تساقط وقشره الاثنين مع بعض هتاخد 2 باكج ولا لا هو القشره اصلا سبب التساقط لا هي القشره بتبقى سبب التساقط فانا بعالج القشره الاول تمام اوكي ايوه كل حاجه بالترتيب دايما يعني انا بعالج القشره الاول بشوف التساقط معايا عمل ايه في تساقط ببتدي اسال ان هي تعمل تحليل انيميا تاني جايز يكون في حاجه في الانيميا قلت او حاجه زي كده تمام بنشوف بعدها يعني هي ايه السبب دوت يعني ايه ودوره لو القشره دي اتظبطت معاها يبقى هو كان السبب قشره وخلاص على كده بتبقى بتاخد منتجات القشره وخلاص تمام طيب قبل بس ما نختم بقى في حاجه مهمه جدا لازم نتكلم عليها الكورونا احنا قلنا مش هنتكلم عليها يعني معلش بس حاجه حته صغيره انتوا عاملين منتجين للكورونا او خاصه بالظروف اللي احنا فيها بالظبط احكي لي عن اول منتج عباره عن ايه بصي هو كان من ضمنهم حاجات الجيوب الانفيه طبعا عشان الحساسيه فدي خلصنا منها تاني حاجه في المشروب الهانجل في مشروب وهانجل المشروب ده مشروب اوريدي طبيعي طبعا برضو بسال الحلقة ايه عشان اعرف هي بس اوريدي هي مناسب للاطفال اكتر عشان هو بطعم التوت ده عباره ده يعني للمناعة. في خلاصه المناعه احنا دلوقتي عاملين قلنا كله سفندي وبرتقال بالظبط الكلام ده ده بيتاخد منه كل يوم معلقه لمده شهر كل يوم الصبح معلقه دوت معلقه دي مناسبه لكل الناس اللي عندها حساسيه بس مش برده لو حامل هتقولي ان هي حامل عشان في مكونات هغيرها معاها ولو عنده سكر ولو عنده سكر لو عنده سكر ده اكيد احنا عاملين هنا سكر هو الفكره بس في السكر حاجه واحده الفكره في العسل المريض السكر مش بنقدر نديله عسل بالظبط فانا بشيل العسل من هنا بس كده بس خلاص كده وبيبقى التاني هو بالعسل بس هو لو كطعم لو احنا بنتكلم كطعم هو طعمه حلو جدا وطعمه فعلا ده بيرفع المناعه بيرفع المناعه هو بحاجه اسمها الدر بيري هي مش توت بس الالدر بيري ده حاجه كده يعني خلاص نبات كده فواكه كده اصلا مجففه يعني فطعمهم هيبقى حلو جدا لطيف اوكي تاني حاجه بسرعه الهانجل. جدا الهانجل ده عشان احنا قلنا ان الكحول اكتشفت ان الكحول بيطير بسرعه جدا فهو ما بيثبتش عشان يخليني انضف ايدي بشكل كويس فاحنا عاملين حاجه ثابته عاملين ان الهانجل بتاعنا مختلف شويه دايما الكحول كتره او مثلا لو هو حتى لو كان 70% حتى لو هو كان مخفف كتره هيعمل اكزيما في الايد طبعا الكورونا اصلا معروفه ان هي فوسفوليبيد بايلير حاجه يعني ايه فوسفوليبيد يعني حاجه بتلزق فانا محتاجه ان انا مش الكحول الكحول بيطير مش بيعمل لي حاجه فده للاسف الناس كتير فاهمه غلط ان الكحول كتير خلاص هيمنعني لا طبعا هو مش هيديني حاجه ضد الاهم ان احنا كلنا دلوقتي بنشتكي ان ايدينا
تعبت. طبعا الهاند بتنشف بالزبط. الايد دي هتعمل اكزيما بعد كده. الاكل ده مرطبات. انا عاملاه غني بفيتامين اي، عاملينه غني بالجليسرين، عاملينه غني بزيوت طبيعيه، هو بلس ان هو حاجه بتطهر او حاجه انتسبتك يعني، هو ومرتب. حاجه كمان مرطبه يعني. وده دايما مش لما مجرد علاج لل بس مش هتحس بحاجه كده، مش مجرد علاج بس ان هو مجرد للكورونا بس، لا ده عموما يعني احنا مش عاملينه مش مجرد للكورونا، لا 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 خالص للاطفال. انتوا برضو ما ينفعش معاكم حلقه، احنا الدين بتوعنا كل دي فنجيبوا 6 حلقات عشان نخلص الكلام اللي عنده ونستفيد منه. شرفتونا، وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه، الحلقه اللي جايه يكون معاكم البراند بتاعكم كبير، ويكون معانا كمان القسم التجميلي ان شاء الله. بتمنى لكم النجاح، انتوا حكايتين حلوين جدا، نورتوا حكايه نجاح. برضو ما تروحوش في اي حته، احنا بسرعه جدا وراجعين لكم تاني.